قيمة أغلى حذاء اشتريته؟ بركزش، وبعدين أنا فيها طبع وحش جدا، طبع حلو وطبع وحش. الطبع الحلو أنا لو عايزة أشتري حاجة معينة مش هيغريني أي شيء تاني في السكة، يعني مش من الناس اللي تقعد تلملم في حاجات طول ما هي ماشية أو تشتري حاجة وهي ما كانتش عايزاها. أنا ما بشتريش حاجة مش عايزاها. الطبع الوحش لو أنا يعني بقيت عايزة حاجة أو خلاص تعلقت بحاجة قوي هجيبها، لو بصي لو آخر فلوس معايا. ما فيش حاجة اسمها مش هج... يعني ما فيش فيش لأ يعني ما فيش ما بعرفش هجيبها يعني هجيبها مهما كانت، ممكن تبقى غالية على غالية على قيمتها أصلا أو غالية على يعني هي، بس لأ ما أقدرش أمنع نفسي إني أحرم نفسي أجيبها لمجرد إنه بس كحذاء مش مذكرة المبلغ. شنطة أغلى شنطة يعني دي حاجة ما تتنسيش. أصل هما أنتي لا إزاي يعني، يعني أنتي قولي لي عندك كم شنطة؟ عم بحكي براند. ما هو براندز يبقى أسعار البراندز يعني أغلى واحدة. قلت يا عمي ما هي هتعملي كده إزاي؟ هتدفعي بالفلوس دي إزاي؟ لا فعلا مش متذكرة، بس أو مش متذكرة أني أغلى واحدة فيهم، بس يعني أسعار الحاجات البراندز غالية. يعني دافعة بشنطة 10,000 دولار؟ أكيد مرة حصل كده. أكيد دفعت 10,000 دولار حق شنطة؟ أكيد مرة. يعني أنا قلت لك الشغلانة دي ناس فاكراها واو، لا هي مش واو، لأنه زي ما مطلوب يعني زي ما بقيتي تكسبي كتير، زي ما مطلوب منك أنك تظهري في أبهى صورة وأبهى صورة في هذا الزمن، لما بقتش رخيصة. ولو ما عملتيش كده تلامي يبقى أنه أنت بتاخدي قليل علشان تستخسري تجيبي، ولو عملتي كده شوف دفع في الشنطة كام. الله طب عايزة إيه؟ طب أعمل إيه؟ طب إيش لا كده راديو ولا كده راديو؟ عشان كده ما بحبش أتكلم في الحاجات دي، عارفة بتستفزني. بتملي من الشغلة دغري يعني؟ بس تجيبيها تملي منها بسرعة؟ لا بتستفيدي منها بتستغليها لآخر درجة. عارفة ليه؟ علشان الطبع بتاع إن أنا ما بجيبش حاجة غير لو هتجنن عليها يعني.